صابرينا مدربة الفئة الصغرى بجمعية النخبة للرياضة والتنمية. صابرينا، شو تقدري تقولي لنا على الفئات اللي انتيا تتأطري وعلى المشاركة ديالكم في هذا الدوري والتنظيم، لأنكم انتوما هما الجمعية المنظمة ديال هذا الدوري هذا الوطني؟ شكرا على الكلمة. الهدف ديالنا من هذا الدوري هو تنمية الروح الوطنية عند الوليدات وإبعادهم عن كل ما هو يقدر ينحرفوا ولا شي حاجة مهم، وأيضا يتعرفوا على فرق أخرى وينميوا المواهب ديالهم. وبالنسبة للتنظيم كيبان لي تنظيم جيد، وكنشكر رئيس الجمعية اللي نظم التنظيم، وكنتمنى الحظ جيد لجميع الفرق حتى النهاية إن شاء الله. وكنتمنى فرقتي تكون من ضمن الفرق اللي توصلت النهائي إن شاء الله. بالنسبة للفريق ديالك، شنو النتائج اللي دار في هاد اليوم الأول أو الدورة الأولى، علما أن الدوري ديالكم غيتنظم على 6 دورات، يعني كل شهر غادي تكون واحد الدورة هنا في مدينة تيفلت. الفريق ديالك شنو النتائج اللي حصل عليها اليوم؟ كانت النتائج بالنسبة للفريق ديالنا سلبية، يعني خرج بخسارة ماشي كبيرة ولكن 2-1. وبالنسبة للاعب، أنا شفت نفس الطريقة اللي عطاتهم باش يلعبوا ولعبوا بها، غير الفريق الخصم كان كيلعب الدفاع أكثر من أنه يلعب بطريقة هجومية كيف ما كيلعبوا، وماشي مشكل إلا خسروا، المهم هو المشاركة وكنا حد أوفر لهم في مباريات أخرى. ما هذا الإبداع في هذا الملعب الجميل بمدينة تيفلت؟ يا إلهي، إذا صارت احضرت يا محمد، إن شاء الله نشوفوا الأهداف يا رب. مصنع كول مرة ثانية، سيدي الكلام في اللحظات، تلعب كورة جول، الدفاع يتدخل، ماذا لك يا سيدي الحكم؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء، وشوف في هذه اللحظات ركلة جزاء يعلن عنها الحكم رضوان جيرنا، ركلة جزاء ويفعل فرق تيفلت ويضيف الهدف التالت في هذه اللحظات. الحكم يقول له القرار واضح، الحكم يقول له المسه بيده، اذا يتقدم الكعبي، يلا يا الكعبي، الكعبي وجه لوجه امام الحارس، الحارس